إلهنا عمانوئيل حمل الله الذي يحمل خطية العالم كل الجالس على عرش مجده الذي يقف أمام جميع الطغمات الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة الأربعة الكائنات الحية غير المتجسدين يقولون تسبعة الثلاث تقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم أربعة وعشرون إكليلا ذهب على رؤوسهم وأربعة وعشرون مجمرة من دهب في أيديهم مملوءة بخورنا الذي هو صلوات القديسين ويسجدون أمام الحي إلى يسبحون الرب قائل قدوس 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 من الليل يا نحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبح قائلين قدوس الله إله ضابط الكل قدوس ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا قدوس الروح القدس الباركليت من الليل يا مقدسة وملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كل مقدسة مملوءة مجدا والدة الإله القديسة الطاهرة إلى عذراء مريم آمين صرخ
مخلصنا جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي وأشرب دمي يكون في وأنا أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مغزي إيمان بلا رياء نية نقية صبر كامل ورجاء ثابت نجرى بدلة بغير خوف. نطلب إليك يا الله إله القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. سيد رب الله وتقبل.